وائل، ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ عايزين نتبسط، نتبسط بقى، ولا انت عندك مانع يا مهلبيه يا قمر انت؟ وائل انا عارفاك بقالي فتره كبيره قوي، بس انت ايه الزفت اللي بتشربه ده يا عم؟ انت ايه اللي جرالك؟ انا اتعالجت. اتعالجت؟ من ايه بقى؟ اتعالجت من حاجات كتير، من الجبن والوسواس القهري والخجل، بقيت انسان جديد، باد بوي. اوه باد بوي. طب واتعالجت عند مين بقى يا باد بوي؟ عند دكتوري العبقري الدكتور شيرين عبد الوهاب حلاوه. مين؟ شيرين حلاوه؟ ايه ده، انت تعرفيه؟ انت بتزوريتي كمان؟ الله يخرب بيتك، انت ما لقيتش غير ده وتتعالج عنده؟ ده مجنون. ما هو بيبان كده من بره بس، بصي عليه من جوه بقى عبقريه. ده مجنون بجد يا ابني. اختي كانت بتتعالج عنده فتره وغيرته وراحت لدكتور تاني، اكتشفت بقى ان هو بيتعالج عند نفس الدكتور التاني ده. يعني احنا شويه مجانين وبنتعالج عند واحد مجنون؟ بالظبط كده. الله يخرب بيتك، وانت زي ما تقوليليش من زمان. وانش عرفني، هو انت قلت لي قبل كده انت بتتعالج عند دكتور نفساني؟ طلع مجنون يا رمزي، شيرين حلاوه طلع مجنون. ايه؟ شيرين مجنون؟ والله مجنون، ما هي بتقول لي انا اعمل ايه؟ طب اقفل اقفل. ايه؟ شيرين مجنون؟ يعني حضرتك يا دكتور مريض نفسي؟ يعني انت بتتعالج عند دكتور تاني فعلا؟ ما طبعا، ما طبعا، ما لما يبقى راجل واسمه شيرين مستنيين ايه؟ اكيد بيتعالج من الفصام. لا هو مش فصام، هو وهم. هو ايه وهم ده دكتور؟ معلش انا حضرتك يعني بتوهم حاجات مش موجوده يعني، وبعيش انها حقيقيه يعني. نهارك اسود ومنيل، يعني انت كل ده مش دكتور وبتتوهم؟ لا أنا دكتور طبعاً، يعني الشهادات موجودة أهي بتقول إن أنا دكتور، مش معقولة دي كمان وهم يعني. طب لما حضرتك تعبان ليه رحت الدكتور تاني وما عالجتش نفسك؟ ما أنت دكتور يعني حضرتك، قصدي إن في النهاية أنا بشر، إنسان يعني، بمرض، بحتاج إن حد يساعدني، أتكلم معاه فيقدر يساعدني في العلاج يعني. طب حضرتك ده أنا جالي الأمراض النفسية كلها، ده أنا بقيت أشرب لبن قبل ما أنام، وانا بقيت ماشي بشكل في تبان وشي، ده انا ضربت السايس وانا طالع، انا ما كنتش كده. يا جماعه احنا اللي طلبنا شخصياتنا تتغير برضه. ما خلاص بقى يا شبح، في ايه؟ الكلام ده لو هو عاقل، انما الدكتور اصلا مجنون، وانا ايش ضامن ان هو مش هيغرقنا. طب يا جماعه احنا محتاجين كلنا نروح نتعالج عند دكتور تاني. يلا بينا. انتوا كمان مش هتمشوا معاهم؟ لا انا بالنسبه لي يعني مبسوط بالتغيير اللي حصل ده. تمام. وانا كمان على فكره. انتوا بتقولوا كده بس عشان جيران خايفين تزعلوني؟ لا خالص على فكره، انت ساعدتنا وغيرتنا وبقينا احسن. انا عن نفسي واثق فيك جدا، وهتفضل الدكتور النفساني بتاعي طول عمري. ايه هتقول ايه؟ انا كمان. انا صحيح مش عارف اللي عندك ده اسمه ايه يعني، بس ايا كان هو هنا جنبك وهساعدك. ايوه يعني تخيل ان انا قعدت فتره طويله جدا وتخيل ان ابني ده هو ابني وعمال بقاوح وبجري عشان اثبت ان هو ابني، في الاخر بيطلع ابن مراتي الاولانيه وان انا ما عنديش ابن ولا حاجه. طب هو انت مش على طول بتقول ان احنا زي ولادك؟ طب اعتبرنا ولادك بقى. ونبي ما تعيطش عشان خاطري بقى. لا مش بعيط، ده حاجة جت في عيني. يا سلام. لا بتعيط.